بقاء لله بعزيك في ابن عمك واخوك وصديقك. حال ربنا شكر الله السعادة. ايه اللي حصل؟ احكي لي كده. هو نزل، هو فعلا كان مغترب؟ كان مغترب وانا ابن عمه واخوه كبير وكان ساكن معايا في الكويت، احنا مع بعض في سكن واحد. انتوا كان نازل انتوا في فرح، دولة ايه مع بعض يا عبدو؟ احنا مع بعض في دولة الكويت اتفقتوا تنزلوا عشان فرحه؟ بالظبط. هو نزل قبل بأسبوعين على ما تعرف حضرتك، تجهيزات الفرح ايوه. وكتب الكتاب والأوراق دي كلها لحد بقى ما جاش صدمة. والله يا صدمة كلنا ايه اللي ما حصل؟ حدش احكي لي. متوقع. طول النهار والله كويس؟ حسن، عملتوا الحنة قبل الفرح؟ لا ما كانش في حنة، ما كانش في اتفاق حنة، بس هو كان الفترة اللي هي كان الأسبوعين اللي هو نزل فيهم كان ما بين مصر والشرقية، احنا في الشرقية قرية سناوة، وتجهيزات وكان حاجات ناقصة وحاجات بيجيبها وبيدعي أصحابه كلهم زي اي كده، وكان عريس. مبسوط بالظبط زي أي عريس. وبذل طبعا مجهود كبير قبل الفرح، وكان فرحان جدا حتى قبل الفرح بيوم، كان مبسوط قوي وعمال يقول انا هتجوز خلاص وبتاع. هو طبعا من نوع يعني، لو حضرتك ممكن تكون عندكم اخبار عنه، ان هو انسان فرفوش جدا ومحبوب وبيحب الهزار والضحك ومفيش عليه اختلاف خالص من اي حد، الله يرحمه وما ويغفر له. شاء الله يعني اصحابه كتير جدا، حتى بيلعب كمان في نادي الزمالك، مواليد 94. وعندنا الكابتن اوباما حضر الفرح، وكابتن اسلام جمال سلامونت وعمر كابر هو يا وولاد عبدو الفرح الكابتن. تم بالفعل؟ بالظبط تم بالفعل، هو كمان حتى حدده في ان هو خلاه في الوراق في فيلا، فيلا الوزير، بحيث عظيم. ان هو كل اصحابه تبع مصر وكل اصحابه تبع الشرقيه يتجمعوا في منطقه محايده. يعني حضر الفرح في القاعة؟ حاضر الفرح في القاعه، وكان في السيشن من الصبح لحد اخر ما توفى. توفى امتى؟ هو احنا الفرح حضرتك خلص تقريبا على الساعه واحدة أو واحدة ونص كده، وكلنا بقى سلمنا عليه واستور معانا صور شخصية وصور مع العائلات وكده، وسلمنا عليه وسيبنا بقى احنا عشان كنا واخدين باصات كتير بلد تانية الشرقية، فقلنا ايه نمشي الأول وهو يجي براحته يعني. يا دوبك وصلنا البلد الشرقية بعد ساعة ونص سمعنا خبر الوفاة، كناش طبعا مصدقين ومصدومين في حالة ذهول كلنا حتى لحد الوقت والله، يعني البلد كلها يا في حالة عبدو، ذهول. انت ورفيق عمره في تمام الغربه ما كانش بيشتكي من حاجه؟ قلبه ما كانش وجعه؟ صحته ما كانتش في النازل؟ لا لا، هو ما شاء الله هو صحته كويسه وراجل رياض اصلا، وبيلعب في نادي الزمالك بقى وقعد 12 سنه بيلعب في نادي الزمالك ومع الكباتن كلها يعني. شوف صفحه عمر جابر صفحه اوباما كلها هتلاقي منزلين نعيه ليه وحضر الفرح مع اصحابه، وكانوا بيباتوا مع بعض على سرير واحد ايام الايام الشباب مش يعني لما كانوا بيدخن بيلعبوا خالص يا الأمر. عبده؟ لا لا لا، هو راجل رياضي وجسمه جيم وجسمه حلو قوي، كان بيلعب جيم قبل ما ينزل.